مش عايزين اقطع حياتك، بس عندنا تليفون اتفضل. معانا الاستاذ الكاتب الصحفي الكبير استاذ جمال فهمي. صباح الخير يا فندم. أنا مش عارف صباح صباح الخير الخير قوي يعني، بس يعني نهار هو حضرتك يا يعني رب. أنا كنت أرجو أن يكون يعني أقل سوادا من الصباحات السابقة، لكن للأسف الشديد حتى هذه اللحظة ده دخول في الموضوع مباشرة. اتفضل يا فندم، يا ريت. يعني حتى هذه اللحظة دماء شبابنا تسيل، وهذه المأساة الوطنية تتفاقم يوم بعد يوم. لا يمكن إلقاء اللوم على الضحايا، لا يمكن إلقاء اللوم على يعني من فجروا ثورة عظيمة في هذا البلد من أجل مستقبل أفضل لهذا الوطن ولهذا الشعب، واحتضنهم الشعب وحماهم. لا يمكن إلقاء اللوم عليهم، لأنهم لمجرد أنهم ذهبوا إلى ميدان التحرير يعبرون بطريقة سلمية ومتحضرة عن آرائهم، وبدأت حتى ب يعني اعتصام سلمي ومتحضر جدا لمصابي الثورة اللي بيعانوا إهمالا إجراميا حقيقيا، والتعامل يعني أقل ما يوصف به إنه تعامل بيروقراطي بارد بلا قلب وبلا عقل حتى. بدأت بهذا، بضعة عشرات وصلوا في أقصى تقدير إلى 150 أو 200 شاب يتم التعامل معهم بهذه القسوة الرهيبة. يعني أنا مش عايز أقول قسوة حتى، هي تعدت مرحلة القسوة. يعني لا يمكن إلا أن يثير التساؤل، من هؤلاء؟ من الذي يحرك هؤلاء؟ هل هؤلاء أجهزة أمن وطنية منضبطة أم عصابات؟ يعني دعني أقول هذا فعلا يعني بمنتهى الأسى والأسف. أنا لا أعمم على كل أفراد الشرطة، لكن هناك انحراف خطير في هذه الأجهزة الأمنية، وهناك مسؤولية سياسية عن هؤلاء لا يتحملها أحد. نسمع كلاما بليدا أننا نضبط النفس وأننا تعاملنا من أين أتت كل هذه الدماء؟ يعني ما الذي تسبب فيها هذه القافلة الجديدة من الشهداء؟ هذه حصيلة حرب، يعني أكثر من 1500 مصاب و 18 أكثر من 10 شهداء. هذه حصيلة حرب وليست حصيلة حتى فض قمعي لتظاهرات سلمية، حتى الفض القمعي لتظاهرات سلمية في أي مكان في العالم لا تصل حصيلته إلى هذا الحد المرعب. السؤال هو سؤال في السياسة، أيوة. ماذا يريد الذين يديرون شؤون البلاد الآن؟ ومش بس كده، إلى أين؟ ليس لدينا حكومة، إحنا لدينا المجلس العسكري. المجلس العسكري هو المسؤول، فليخرج على الناس بوضوح يقول ماذا يريد بالضبط، وما هو ما الذي يراه للخروج من هذه المأساة الوطنية التي تدمر البلد. ما الذي يراه لهذا؟ هل البيانات، هذه البيانات أكرر البليدة التي لا معنى لها، يعني مجرد ألفاظ إنشائية لا معنى لها على الإطلاق، هذا هو ما يخرجون به على الناس. طب يعني ختاما، حتى لو تصورنا أن هؤلاء الشباب تمام قد ذهبوا تمام بشعور أنهم لا يعرفون البلد تذهب إلى أين، ولا ومن ثم لا يعرفون أن يحددوا حتى هدفا، فهذا معناه أن هناك كارثة حقيقية، أن الناس تشعر بالقلق، أن الوطن يضيع، ولا أحد يدل على طريق محدد للخروج من هذه المأساة بعد ثورة عظيمة دفع فيها الناس من أرواح أجمل شبابهم المئات والمصابين، فقدوا نور البصر وفقدوا ثاني نور البصر بعد الثورة في الأحداث الإجرامية التي جرت في الايام وما زالت حتى هذه اللحظه. استاذ جمال فهمي بنشكرك يا فندم جدا، وصوتك وصل، رسالتك وضحت، بس يا ريت تكون معانا في الاستوديو عشان نتكلم بشكل اعمق. احنا اتكلمنا في الوضع، عايزين نتكلم، مش هقول في الحل بس هقول في الخروج، لان الحل ده يبقى في مشكله، بس احنا تعدينا مرحله المشكله وتعدينا مرحله الازمه، احنا زي ما حضرتك قلت في اكبر من كده بكتير، فيا ريت نتكلم مع بعض في الاستوديو يكون هايل وما يكونش الوقت اتاخر قوي، يا ريت يعني. شكرا يا فندم، ميرسي جدا. اي تعليقك؟ شايف يعني هو كلام الاستاذ جمال كلام يعني طبعا بيمضي في نفس المسار اللي احنا ماشيين فيه الحقيقه، وهي فكره الاحتياج الى الشفافيه، اعلان النوايا الحقيقيه لمن هم قائمون على امر البلاد حاليا،
لأن الأمور وصلت إلى لحظة الحقيقة، لم يعد هناك مجال للمداراة أو الالتفاف. 9 شهور دلوقتي من الثورة، إحنا بعد أسابيع هنبقى على موعد مع الاحتفال بالعام الأول بأول عيد ميلاد لثورة مصر، فيجب أن نقف لمراجعة ماذا تم، ماذا جرى، الإنجازات، التكاليف، كل هذه الأمور. لازم هيكون في كشف حساب بعد أسابيع قلائل عن عام على الثورة المصرية. ماذا حصدنا، ماذا جنينا، ماذا خسرنا؟ حتى هذه اللحظة لا نجد ما نستطيع أن نقول أننا قد حققناه من إنجازات بالفعل. لا توجد إنجازات على أي مسار، أمنيا، اقتصاديا، سياسيا. نحن نستطيع أن نتفهم أن اقتصادات الثورات غالبا ما تكون متدهورة، لأن الثورة غالبا ما بتحدث نوع من الارتباك وما إلى ذلك. ولكن ما إن تستقر الأمور حتى تنطلق الأوضاع الاقتصادية، ولكن أن يكون الأمن في مصر غير مستقر حتى هذه اللحظة بينما رجال الشرطة موجودون في مكاتبهم، يعني أنا لا أستطيع أن أعلم ذلك. يعني لا أستطيع أن أفسر ذلك. يمكن ما سمعناش لحد دلوقتي عن تم محاسبة أي ضابط عن قتل أي شهيد خالص، يعني حتى المحاكمات أي حاجة. أنا متفق مع حضرتك تماما، يعني ولكن ممكن يقول إن المحاكمات بتاخد وقت وأدلة وما إلى ذلك. ولكن يا جماعة الأمن، يعني في شكاوى إن الناس بتروح أقسام الشرطة تبلغ أنتم مش عاوزين ثورة، خلوا الثورة تحميكم. إحنا ما لناش علاقة. صحيح. يعني حضرتك ده الكلام ده في وسائل الإعلام، إحنا بنبقى قاعدين في التلفزيون ونسمع الكلام ده. صحيح. فطبعا طب أمال الشرطة بتعمل إيه؟ أنا مش فاهم، ولحد إمتى؟ طب ده غير مقبول. يعني فكرة إن أنت، هل أنت بتعاقب الناس على الثورة مثلا؟ هل أنت بتقول لهم ما تعملوش ثورة مرة تانية؟ يعني هل بتقول لهم ارجعوا إلى مرحلة الحرب النفسية الأعصاب مثلا؟ يعني تكون حرب نفسية، حرب عصبية، وممكن تكون في الآخر إحنا بنتكلم في ليه دايما بنتكلم برضه في نظرية، خلينا ناخد وجهة النظر الأخرى، نظرية المؤامرة. ما هو ممكن يكون فعلا ما حدش عارف حاجة، ما حد يعني ليه، ما هو ده برضو اختيار، يعني ما حدش عارف حاجة، ده من أكبر حد لأصغر حد على فكرة. لا وزي ما تيجي تيجي بقى. لا احنا تجاوزنا هذه المرحلة يا أستاذ شريف، ما ينفعش، ما في يعني الكلام ده كان زمان. فتحصل الكارثة، تحصل الكارثة، حد عارف حاجة ما كناش وصلنا اللي احنا وصلنا له ده بصراحة. لا اصل شعب عظيم يعمل ثورة بهذا الثقل، العالم يتحاكى عنها لحد النهاردة ويبقى مش عارفين حاجة، معنى كان الثورة دي مش ثورة، دي كانت عمل عشوائي زي ما البعض بيحاول يسميها. يا فندم اصل احنا بنسمع عن تصريحات يعني كتيرة جدا، وبنسمع عن اجندات خارجية، وبنسمع عن ادي خفية عايزة تدمر البلد وفي ناس بتدخل والكلام ده كله. طب ماشي اوكي، ده كله موجود، طب ليه ما بنكشفش عن الناس دي؟ يعني قولوا لنا مين الناس دي عشان احنا عارفينهم، نعرف عدونا مين لو في عدو فعلا. في ناس باجندات، وفي ناس بتمويل، وفي ناس بحاجات. طب اكشفوا لنا كل الكلام ده عشان 70% نعرف. 70% من الشعب المصري يا فندم حاليا هم من الشباب، واعتقد ان دي هي اكبر او من اكبر المشكلات اللي احنا عندنا. احنا عندنا 70% من الشباب طموحهم وتفكيرهم وطريقه تفكيرهم وتوقعاتهم اسرع واكتر بكتير قوي من 30% الباقيين، كانوا سواء كانوا في السلطة أو سواء كانوا برا السلطة. وبالتالي أعتقد أن هي مشكلة أخرى، أين سنجد الحل الوسط؟ هي الحقيقة مش مشكلة، بالعكس دي ثروة. يعني الشعوب بتتباهى بقطاع الشباب اللي موجود فيها، اللي ممكن تعتمد عليه في بناء مستقبل هذه الأمة. إحنا عندنا ثروة بشرية هائلة. ثورة 25 يناير أعادت هؤلاء الشباب إلى المشهد السياسي مرة أخرى، بعد أن كانوا مغيبين ويتهمون بالجهل وبأنهم لا يدركون شيئا وعدم الثقافة. هذه هو بيتم إقصائهم ما شاء الله بكل العنفوان والقوة، يعني بعد ما رجعوه. لا ولكن شبابنا قوي ولديه إرادة صلبة. امبارح أنا بقول لحضرتك، أنا قابلت الناس في التحرير مساء في عز البرد، الناس عندها إصرار وعناد، يعني مش عايز أوصف لك، وعندهم إصرار على حماية مكتسبات الثورة، لا عودة إلى الوراء. الثمن الذي دفع من قبل، لا صعب ان عقارب الساعه تعود الى الوراء مره اخرى. وبالتالي احنا بنقول يا جماعه دي لحظه حسم ولحظه حقيقه، لا مجال للالتفاف. انا بس عايز اسال حضرتك حاجه، عشان بس يمكن ده تساؤل الناس بتساله كتير جدا. بتوع التحرير مش عايزين الانتخابات، هل شايف حضرتك ان بتوع التحرير فعلا مش عايزين الانتخابات؟ بالعكس، يعني ده هم بيقولوا احنا عاوزين انتخابات في اسرع وقت ممكن، ولكن الناس عاوزه بيئه مواتيه للانتخابات ناجحه. بس انتخابات مجلس الشعب الاول، وبعد كده نعمل انتخابات الرئاسه على طول، مش لسه انتخابات شعب مجلس الشعب ثم شورى ثم نشوف. وبعدين حتى مجلس الشورى نفسه، حتى مجلس الشورى، مجلس الشورى ليس له اختصاصات دستوريه قويه يمكن الرهان عليها، وبالتالي مفيش داعي ان احنا نضيع وقت في الشورى وما ادراك ما الشورى. شعب ثم رئاسه على طول. بالضبط. هل ده هيحصل متوقع تفتكر ولا مش؟ يعني اعتقد ان الرساله وصلت الى المجلس الاعلى للقوات المسلحه بان هذا الشعب لم ينتفض في 25 يناير انتفاضة استثنائية وانتهت، وإنما هو قادر على تجديد هذه الانتفاضة مرات ومرات حتى تتحقق مطالب الثورة. وبالتالي أتصور أن هناك مراجعة الآن في مواقف المجلس العسكري، هناك مشاورات، لأنه لا يمكن أن تقدم للناس يعني تلبية لمطالبهم بشيء متدرج أو بالقليل القليل، وإنما نحن وصلنا إلى مرحلة لم يعد فيها استخدام المسكنات ممكنا. يعني البيان اللي صدر امبارح عن المجلس العسكري حضرتك فيه؟ هذا البيان لم يرتقي إلى مستوى تطلعات الثوار في الميدان أو المعتصمين في الميدان، وبالتالي الرسالة وصلت إلى المجلس العسكري بأنه لن نقبل بالفتات،
لن نقبل بالفتات. الوقت لم يعد ينتظر. عام الآن يكاد يطوي أبوابه على الثورة. لابد من أن يكون هناك إنجازات حقيقية. البلاد لن تحتمل اقتصاديا وأمنيا وسياسيا أن تظل الأمور مفتوحة على كل السيناريوهات ونحن لم نتحرك في أي اتجاه. تونس سبقتنا. ليبيا النهاردة بتستفيد من الدرس المصري وبتحاول أنها تتجاوز المشاكل صحيح. التي مررنا بها. وبالتالي على مصر النموذج مصر القدوة أن تكون جاهزة لتقديم نموذج يحتذى به في العالم العربي مثلما كان متوقعا. أما التخبط والاضطراب وعدم وضوح الرؤية والالتفاف وعدم الشفافية، كل هذه الأمور لن نجني من وراءها إلا المشاكل والتأخر. فعلينا أن نعيد ترتيب الأوراق. يعني يمكن من بوابة الشروق من أحدث الأخبار اللي جات لنا حاليا هي أن الدكتور برادعي بيدعو المجلس العسكري للاعتذار، وده كان في مساء أمس في اتصالات هاتفية بعدد من قوات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مطالبا المجلس بتقديم اعتذار رسمي للشعب المصري عقب التعامل الأمني العنيف مع المتظاهرين بميدان التحرير ليلة أمس. تعليقك. مع احترامي الشديد للدكتور البرادعي وهذا المطلب، أنا مش عاوز اعتذار من المجلس العسكري أو الشرطة أو أي حد. أنا عاوز أولا هذا لا يتكرر مرة أخرى، ثانيا نستفيد ونتعلم من هذا الموقف بأنه لم يعد هناك مجال للالتفاف أو التحايل. نحن الآن بصدد اتخاذ إجراءات استراتيجية طويلة المدى. أما حكاية أنك اضرب النهاردة واعتذر واضرب بكرة واعتذر واقتحم بكرة واعتذر، لا، الثورة مش عاوزة ده. ثورة عايزة ما هو أبعد وأكبر من ذلك بكثير. عاوزة مؤسسات، عاوزة إجراءات، عاوزة إن إحنا نعيد بناء هذا البلد مؤسسيا ودستوريا وسياسيا وتطهير هذا البلد. أما حكاية اعتذارات، لا، تجاوزنا هذه المرحلة خلاص. تجاوزنا مرحلة الاعتذار. طيب خلينا أطلب من حضرتك أنك توجه ثلاث رسائل. رسالة لوزارة الداخلية، رسالة لحكومتنا، ورسالة للمجلس العسكري، ورسالة كمان رابعة بعد إذنك للشعب المصري للنخبة السياسية، ورسالة خامسة للشعب المصري. نبدأ زي ما حضرتك رتبتيهم كده. وزارة الداخلية، أنتم في دقيقتين يعني أنتم الداخلية يا جماعة، ضباط الشرطة ورجال الشرطة، أبناؤنا وإخواننا وأصدقاؤنا، نحن نتطلع إلى مصالحة، إعادة بناء العلاقة مرة أخرى. علينا واجب نعلم، ولكن أنتم أيضا عليكم واجب ومسؤولية. نرجو أن يطلع كل طرف مسؤولياته حتى يعني تكون العلاقة أفضل بين الشرطة والشعب. بالنسبة للمجلس العسكري، نرجو أن تكون الرسالة وصلت. الشعب المصري متمسك بمبادئ الديمقراطية والدولة المدنية، ولا مجال إلى التراجع، ونرجو أن يتم هذا التحول بأسرع وقت وبشفافية وبأقل تكلفة. فيما يتعلق بالحكومة المصرية، نرجو من الحكومة المصرية أن تكون على مستوى نبض الشارع، وأن تكون معه على نفس الموجة من الرغبة في التغيير والتطهير والتحديث. وبالتالي يعني نحن لا نريد تغيير الحكومات بقدر ما نريد تغيير السياسات بالفعل. إلى الشعب المصري، أرجوكم، الانتخابات البرلمانية على الأبواب، برغم كل ما جرى نرجو أن نكون أكثر تسامحا. جيش مصر وشرطة مصر هي جزء من هذا الشعب، وعلينا أن نشارك في الانتخابات قدر المستطاع ومهما كانت التكاليف، حتى نساهم جميعا في إعادة بناء هذا الوطن على النحو الذي نرجوه جميعا. إلى النخبة السياسية وإلى الأحزاب وإلى الائتلافات. بالنسبة للأحزاب والائتلافات، أرجوكم تخلوا عن مصالحكم الفئوية والطائفية الضيقة، وأرجوكم تذكروا أن هناك مصر فوق الجميع، فوق أي حسابات، فوق عدد المقاعد التي يمكن أن تحصلوها في البرلمان. علينا أن نعلي من مصلحة مصر الوطنية قبل أي حسابات فئوية ضيقة. شكرا. ننتقل بس للفاصل، إحنا لسه قاعدين حضرتك، وننتقل للفاصل ونرجع مرة تانية نكمل. شكرا.